نقوم بنتكلم عن لغة الأرقام، تعالوا نروح لكولر. كولر حقق رقم قياسي في دوري الأبطال مع الأهلي، 16 مباراة بدون هزيمة. أنت بتتكلم من وقت تولي الإدارة الفنية للنادي الأهلي، فبرضه ده أو دي أرقام بنعتز بيها جدا. وهنرجع نقول مارسيل كولر من المديرين الفنيين اللي جم النادي الأهلي وعملوا فارق، بيعملوا فارق حتى هذه اللحظة، ونتمنى طبعا ده يستمر في الفترة القادمة. مدير فني ما حدش اشتكى منه حتى من اللعيبة، يعني ما سمعناش حتى في مشكلة مع لاعب ما كان في، بغض النظر عن مين، مش لازم اذكر اسماء، بس كان في بعض المديرين الفنيين اللي بيجوا بيقدموا طبعا كتير جدا للنادي الاهلي وبيضيفوا، لكن للاسف الشديد بيكون في بعض الكلام اللي انت بتسمعه في يعني علاقه يمكن ليست الافضل مع لاعب اتنين وغيره، بيحصل في الانديه العالميه كمان، بيحصل في كل العالم، لكن كولر من الناس اللي فعلا ما سمعتش عن ده. فهو عنده الشخصيه المحبوبه جدا، عنده الصرامه في الملعب، عنده الرؤيه المختلفه، عنده التطوير اللي احنا بنأمله ليه اللعيبه، وهو دي او هي دي المجموعه اللي اي نادي بيبقى بيدور عليها. فلا طبعا رجل مختلف خلينا نقول، ومنتظرين منه كجماهير بقى لسه الكتير، نتمنى الفتره اللي جايه وهذا الموسم تحديدا 2024 يحمل النادي الاهلي المختلف ويحمل النادي الاهلي الخير، لان احنا زي ما رجعنا قبل كده وقت الثلاثيه وكانت 2020 كانت سنه حلوه جدا على النادي الاهلي، بس كانت وحشه على العالم الحقيقه، بس كانت سنه حلوه جدا على النادي الاهلي لو حضراتكم فاكرين. ان شاء الله السنه دي تكون سنه خير، ونحصد المزيد والمزيد من البطولات.